السلام عليكم. اليوم مع وصفات مطبخ دليله ديزاد، جيتكم بوصفه لوبيا تفصاص، لوبيا جريني باللحم البقري بنه خياليه. ابقوا معايا حتى اخر الفيديو، وما تنساوش تشجعوني بلايكات والبرتاج وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. السلام عليكم حبيبات الغاليات، كي راكم؟ ان شاء الله نلقاكم بخير بالصحه جيده ان شاء الله. اليوم حبيبات الغاليات جبت لكم لوبيا تفصاص ولا لوبيا جريني باللحم البقري. بسم الله، هنا واش عندي؟ شريت هنا قز 2 كيلو تاع لوبيا تفصاص، يجيكم هكذا. ومن بعد كي تفتحوه اللي ما يعرفوش يجيكم هكذا. هاليك انا شريت 2 كيلو. ومن بعد كي تفصوه كاين حبات اللي فارغين، كاين اللي ماشي فارغين، سا ديبون. انا خرج لي هنايا في 2 كيلو، خرج لي هنايا 900 غرام تاع اللوبيا. دوك نشلو مليح مليح ونعاود نوري لكم السر انايا باش ما نغليش. هنا بعد ما شللتو دوك ندير له، انا درت له الماء هاولي، دوك ندير له زوج مغارف هكاك تاع العشاء تاع الخل، وحده زوج. هذا دوكا بلا ما نغليه، هذا هو السر تاع هاد اللوبيا لي درتو، اني بارطاجيتو ديجا في القناه اللي راحت لي. دوكا هنايا حبيبات الغاليات دوكا ندوزو للكوزينه تاعنا واش حنطيبو. درت هنا 3 مغارف تاع العشاء تاع زيت المائده، وهنا ندير نص مغرفه تاع مارغارين، خاطرش اللحم تاعي ما فيهش الشحمه، واللي فيه الشحمه يعني غلمي ولا ما ديروش هاد المارغارين، ديرو غير الزيت ولا السمن. انا درت مارغارين باش يجيني شويه خفيف، ما يجينيش ثقيل. نحطو هكا يسخن شويه ونزيد شويه اللحم اللي قطعتهم هكا مراسل، يعني كل واحد ونصيب تاعو على حسب افراد العائله. ونخليه يتقلى، نعطيلو وقت ويتقلى باش يجينا بنين، يطلق هذاك يعني هذوك لي سوك اللي يكون في هذاك اللحم باش يجينا بنين اللوبيا تاعنا. هذا من الاسرار تاع اللوبيا ولا اي يعني دير لي طيب لي طبختو، كي ديروا اللحم كي تقليوه هكا يجيكم بنينه. دوك نخليه يتقلى. دوك بعد ما تقلى ليه هاولي، شوفو يتقلى لكم هكذا ويطلق الماء تاعو. دوك واش حنزيد؟ حنزيد هنايا قيس بصله وربعة صوص تاع الثوم اللي رابيتهم، يعني الثوم ما تكونش حبات صغار، يكونوا كبار قشام يعني، سينو ديرو خمسة. هنا عندي زوج حبات بصلة، حندير وحدة مع هذاك الثوم ونخلي وحدة من بعد. نعطيها لكم على الطريقة السهلة، نقلي شويه غير نشوف تبان لي غير شويه ماشي بزاف، يا ربي هكاك زوج دقايق هاد البصل يتبان لي شويه برك. نحط له الغطاء، نغطيه هكذا، نخلي هكاك شويه يا ربي زوج دقايق. هنا بعد ما قليناه زوج دقايق هكذا، شوفوا البصل تاع يعني ذبل شويه ماشي طايب بصح طالق روحو. دوك واش حنزيد؟ حنزيد هنايا عندي زوج حبات طوماطيش سكرفجتهم في الخشين، ماشي رحيتهم، رحيتهم يبانوا لي هكاك شويه. وعندي مغرفه تاع قهوه حليب، شوفوا معمره مليح، تاع طوماطيش تاع البواطه، ما نكثرولوش طوماطيش هذا تاع البواطه، ما يجيناش حميمر، يجينا الطوماطيش وفلفل عكري. وهنا عندي الملح، مغرفه تاع قهوه تاع فلفل عكري، وهنايا شويه كرويه شويه برك وشويه كمون وشويه فلفل اسود. هذا نخليه تاني يزيد يتكتك شويه غير خلطو، نخليه هكاك تاني تحيس هكاك زوج دقايق، نغلق عليه، نحط غير الغطا هكا فوالا هكاك 2 مينوت.
هنا بعد جوج دقائق شوفوا كيفاش تقلات لي هذيك الطوماطيش هايلك هاكو تشوفوا فيها شوفوا طلقت الماء تاعها. دوك نزيد اللوبيا هذيك اللوبيا اللي شمخناها في الخل مع الماء نسيت ما قلت لكمش من قبيله درت الماء سخونه سمحوا لي نسيت من قبيله ما قلت لكمش. هنا دوك نفرغ اللوبيا تاعي اللي كنت شللتها من هذاك الخل نسقم هذيك اللوبيا هكا ونزيد الماء يكون مغلي جامي المرقوق بالماء بارد كي نمرق ندير حسابي باش هكاكم بعد ما نزيدش الماء المهم يتغطى لي هذيك اللوبيا وهذاك اللحم نزيد شويه هايليك درنا الملح نخلطو مليح هكدا يعني المبتدئات اللي راهم يتبعو فيا وندوق هكا الملح ماما راني درت شوا شوا ولا خصني نزيد شويه سينو نكتفي بهاد الوش اللي درت من قبيله. دوكا غير تجيب لي الغليه نغطي عليها كي نغطي عليها نحسب لها الوقت نزيد لها شويه باش تغلى لي غير تتغلى لي نغلق عليها وغير تبدا دير تصفر الدور هذه نقص مليح ونخليها طيب في عقلها ونقول لكم شحال الوقت اللي دات لي. هنا بعد 40 دقيقه نشوفوا هذاك اللحم شوفوا قبل هذيك اللوبيا شوفوا هاي طيبه بيان بصح ماهيش مفلقه هذاك اللحم راه طايب مازالو شويه مقبيله نسيت ما قلت لكمش انا درت قيس لتر ونص تاع الماء. دوك نزيد هذيك البصله اللي بقات انا قطعتها هكذا شرائح هكذا هذيك نحط هذيك البصله نخلطها هكذا ونزيد هذاك قرون حار اللي شللتو وهذاك قصبر يعني قيس النص هكذاك الربيطه هايليك شللتها بالقصان تاعها كلش. دوك تعاود تغلى الملح نسيت ما دقتش ولا خصها شويه برك ان تيبو انا جي بريفير لي يحب يزيد خير الطابله تكون خير شويه مخصوصه شويه هاي اللي كيف تجينا شوفوها هاي اللي كيف تجي وكي تجي طيب يعني تجينا مجمره برك مليحه. دوك نزيد نغلق عليها لا كوكوت هكذاك مده 10 دقائق ونطفي عليها هاي ليك بعد 10 دقائق شوفوا كيفاش تجيكم المريقه تاعها خاثره عاقده مجمره هاي ليك شوفوا نحب نوريكم مليح شوفوا كيفاش جات اللبيه هاي ليك ماشي شرورو نطفي دوكا النار هاي ليك كلشي طايب شوفوا هذاك اللحم ديرولو هكا شتو كيفاش راه طايب. دوك حبيبات الغاليات نتلاقاو في طاولة التقديم لوبيا الصوص تاعنا لوبيا كريني باللحم البقري بنة خيالية ولا أروع من يديكم يا الفحلات. دوك نسير يعني نعمر لكم هكذا باش تشوفوا المصداقية ندوق معكم هايلي كيفاش جينا مجمرة الله الله بسم الله وهذاك اللحم شوفوا كيفاش راه طايب من يديكم يا الفحلات هكذا كي نغمصوا ها
بزاف بنين. ها دير سدو ولا درتو حار؟ انا ما درتوش حار هاد الفطره، سخانه بزاف ما قدرتش. المهم ان شاء الله يعجبكم الفيديو، ولا عجبكم حبيبات الغاليات شجعوني بلايكات والبرطاج وخليو لي كومونتير شباب كيما نتوما. ماذا بيا نشوف التطبيقات تاعكم. نخليكم في امان الله في فيديو واحد اخر ان شاء الله. سلام.